أخواتي وأخواني. اليوم أكبر حلم لنا في انجمينا وفي دولتنا وفي الشانجمان هنا عاداتنا وطبيعتنا والتغيير اللي دورنا. التغيير ممكن بقى وممكن بقى ده بقى حين حين لعنا الإنسان. وقت أنت تقوم تشيل 3 شدر، أي نادو أي شخص أي مرأة أي صغير يشيل 3 شدر، والشدر ده تتربه، واحد داخل في بيتك واثنين تتربهم برا. هدفنا ده هدف بسيط، لأن كان اليوم تربنا شدر في البيت وتربنا برا شدر تنين، والشدر ده انه حابين يكون شدر عند فواكه. وده مطلوب من أي شخص وأي مواطن يقوم بكامل همته ويترب الشدر ده، لأن ده كونتريبيسيون حقنا، مساعدتنا ليه حلتنا تلقى سمحة، حلتنا نجمينا تلقى خضرة وتشات يلقى أخضر إن شاء الله.